إذن بخصوص وقفة اليوم والتي عرفت حضور زملاء سواء من هيئة المحامون بالدار البيضاء أو من باقي الهيئات 17، السبب ديالها والتي أولا دعت إليها هما الجمعيات المهنية، الجمعيات المهنية التي تنشط على مستوى الهيئات المغربية التي دعت إليها، وأكيد هي الجمعيات المهنية. السبب ديالها الرئيسي هو عدم احترام القانون، عدم احترام الضوابط، عدم احترام اساسا مقتضيات المادة 59 من قانون مهنة المحاماة. هذه المادة التي هي قواعدها آمرة، هذه المادة شرعت لحماية حقوق الموكلين، لحماية حقوق المتقاضين، نقولوها بالعربية، الوثائق ديال الناس اللي كتسلم للمحامي في المكتب ديالو هو مؤتمن عليها، وبالتالي مكتب المحامي يتمتع بحصانة لا يمكن ولوج مكتب محامي لأي سبب كان دون إشعار مؤسسة النقيب وحضور نقيب شخصيا أو من ينتدبه. إذن النتيجة ديال عدم احترام القانون كتكون عندها نتائج عكسية ونتائج سلبية. بخصوص هذه الواقعة ديال الأستاذ الطالبي المثل أمامي زميلنا، تتعلق بالمكتب ديالو الذي يشغله كمكتب بمزاولة مهنة المحاماة منذ سنة 1986، وهو يمارس نشاطه المهني، ملف المهني على مستوى الهيئة الأستاذ ذاك مكتب ديال المحاماة، ملف الضريبي بجميع وثائقه مكتب محاماة، بمعنى جميع الوثائق ديال الأستاذ ومكتب المحاماة. نفاجأ يوم الاثنين الساعة 7 على أنه يتم اقتحام، كنقول هذه الكلمة اللي ما خصهاش تقال في إطار دولة ديال الحقوق والحريات، دولة ديال اللي فيها الدستور يلزم الجميع، وأنه يتم اقتحام المكتب ديال الأستاذ دون موجب قانوني. استغربنا للأمر، خاصة وأن المغرب الآن في حالة طوارئ، وأنه الإجراءات القضائية متوقفة، جميع المساطر متوقفة. قلت أن السلطة التنفيذية الآن تمارس اختصاصاتها، السلطة الشرعية تمارس اختصاصاتها، ولكن القضاء اللي هو مرفق أساسي متوقف، العدالة متوقفة باستثناء الاستثناءات اللي جات من خلال المنشور ديال الرئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية. استغربنا الأمر، واش كاين حكم قضائي، واش كاين قرار قضائي يتعلق بتنفيذ إفراغ أو إخلال؟ مسألة غريبة. بعد تحققنا من الأمر تبين على أن الأمر يتعلق بقرار إداري تعسفي لم يحترم الضوابط القانونية، نفذ في فترة حالة طوارئ، عدم احترام الإجراءات المستطرية، عدم تبليغ المعني بالأمر، عدم تبليغ الجهة التي ينتمي إليها، هي مؤسسة منظمة بمقتضى القانون. إذن هناك خروقات متعددة. إحنا الآن كنقولوا على أن الدولة هي مسؤولة عن ضمان الحقوق والحريات، القضاء مسؤول على هذه المسألة، كنقولوا المحاماة راهو جسم قوي بمؤسساته، المحامون عندهم المخاطب الرسمي هي مؤسسة النقيب والمؤسسة المجلس اللي هي مسؤولة بشكل مباشر عن تدبير الأمور المهنية للسادة المحامون. اليوم بغينا نعبروا على هذه الإشارة القوية، دعينا المحامون على أن الوقفة تكون سلمية إيجابية، الوقفة السبب ديالها الأساسي، وخلينا نقولوا لماذا حالة الطوارئ، ولكن ظرف استثنائي وحالة مستعجلة لا يمكن أن تحتمل بتاتا التأخير. فهذا وكنأكدوا على أنه إحنا هناك حقوق لمواطني الآن مستعجلة، بغينا نعبروا عليها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.